السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نبداو أو ندخلوا في الشابتر الثاني ديال كونتا جينيرال دو أناليز لي بروفيزيون. دونك من بعد ما تعرفنا على لي زامورتيسمون في الشابتر الأول، وقلنا بأن لي زامورتيسمون يعني قيمة ديال واحد ليموبيليزاسيون كتنقص حسب يعني مع مرور الوقت. دونك شرينا واحد الماتيريال يعني مثلا في 2020، ف 2025 غادي نلقاو بان القيمه ديالو تنقصات او القيمه ديالو منعدمه، اي كتساوي صفر، يعني ما بقاش عنده قيمه. دونك هذا الشيء تعرفنا عليه في لي زامورتيسمون. اليوم ان شاء الله في لي بروفيزيون غادي نحاولوا. بالنسبه لي بروفيزيون هي ماشي كتنقص، وانما هي ممكن ان هذه القيمه ديال واحد الشيء انها تنقص. غير تسمع الكلمه ديال ممكن فراه عرف راسك بانك تهضر على لي بروفيزيون. دونك ممكن، انا ممكن يعني نخسر، انا ممكن نعطي واحد الخساره يعني واحد البيرت، تجيني واحد البيرت. دونك واخا كتبقى هكا ما بيك ما عليك، تجيك مثلا واحد الاستدعاء مثلا من المحكمه كيقولك بان واحد الكليون رادعك. دونك ممكن انك تخلص يعني واحد البيرت، يعني واحد الخساره، يعني داك الكليون ربما ما تعاملتيش معاه، او يعني بعتي له شي حاجه ديال شي حاجه، يعني واحد الستوك اللي هو مغشوش او 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 او. دونك ربما يعني داك الكليون يعني عنده محامي، يعني يكون محامي مزيان وغادي يربح يعني القضيه. دونك هنا في هذه الحاله فراه يعني ممكن، يعني ممكن انك تخلص يعني واحد الغرامه، واحد الغرامه او واحد الخطيه كما كنقولوا. دونك هنا كنهضروا غير اسمع، يعني ممكن فعرف راسك يعني كتهضر على لي بروفيزيون. دونك في لي بروفيزيون عندنا بروفيزيون بور ديبريسياسيون، عندنا بروفيزيون بور ريسك شارج. دونك عندنا البروفيزيون كينقسم يعني تخوا ك دونك الحاله الاولى هي ملي كنسمعوا على يعني البروفيزيون موبيليزاسيون. دونك هنا كندخلوا عاوتاني كنشوفوا يعني في الحاله ديال الكلاس 2 اش من ايموبيليزاسيون كيكون عندنا فيه البروفيزيون. دونك بالنسبه للكونت او الكلاس 2، بالنسبه للفري بريليمينير او لي زيموبيزاسيون اون فالور، هادو كيكون عندنا في لي زاموسيسمون، ديروا لهم اموسيسمون. بالنسبه انكوربوريل هنا في هذه الحاله كتدخلنا الفون دو كوميرسيال. دونك الفون دو كوميرسيال كتدخلنا في لي بروفيزيون. دونك عندنا لي موبيزاسيون incorporel فيهم يعني الفوند كوميرس. دونك فوند كوميرسيال، دونك هادي كتدخلنا الفوند كوميرسيال كتدخلنا في لي بروفيزيون. بالنسبه للكوربوريل تقريبا هادو كنديروا عليهم يعني لي زامورتيسمون، ولكن التيران مهم هو نديرو عليه البروفيزيون. علاش؟ لانه القيمه ديال الارض تقدر تزاد تقدر تنقص. دونك ديك ممكن تنقص، ملي كنهضروا على البروفيزيون دونك ممكن تنقص. دونك ايموبيزاسيون كوربوريل. دونك هنا غادي نهضروا على التيران. دونك هادو بالنسبة لي زيموبيليزاسيون ديال عندنا بالنسبة لي موبيليزاسيون فينونسي بالنسبة لي موبيليزاسيون فينونسيغ عندنا فيهم لي تيتخ دو بارتيسيباسيون، تي بي تيتخ دو بارتيسيباسيون. دونك سي عندنا هادي تيتر دو بارتيسيپاسيون، تاهي كنديرو لها يعني
كنديروا لها يعني لاخر سميتو البروفيزيون. دونك تيتر دو باسيسيباسيون هي واحد الورقه كدلنا على انك اسوسيي في واحد يعني مشارك يعني في واحد لاخر. دونك لونتربريز كتعطيك واحد يعني واحد الورقه كتعطيك واحد الورقه كتقول لك اجي وشريو من عندي مثلا هاد لي تيتر. واحد الورقه كتساوي مثلا 200 درهم او يعني على حساب يعني هذه كتسمى تيتر. لونتربريز كتجي كتقول لك اجي يا سيدي شريو من عندي هاد لي تيتر دو بارتيسيپاسيون. ويعني ملي كدوز واحد يعني واحد المرحله يعني واحد الوقت اللي اتفقنا عليه وردوا لي يعني لي تيتر ديالي ونعطيكم الفلوس ديالكم. دونك هاد الورقه يعني او هاد لي تيتر كيدلوا على انك راك يعني انت واحد اسوسي يعني اللي مشارك معنا في الشركه. دونك في هذه الحاله يعني بامكانك يعني تعطينا الاراء ديالك الافكار ديالك يعني بامكانك تشاركنا باي حاجه هنا بالنسبه لي تيتر دو بارتيسيپاسيون. بالنسبه دونك هذا الشيء غادي نكونوا سالينا يعني الحاله ديال لي موبيليزاسيون. الحاله الثانيه شنو عندنا؟ عندنا فيها غادي ندوزو لاكتيف سيركيلون. دونك لاكتيف سيركيلون اللي عندنا في الكلاس 3. دونك لاكتيف سيركيلون دونك هذا عندنا في كلاس 3. دونك بالنسبه للكلاس 3 شنو هما يعني لي كونط اللي كنديروا لهم البروفيزيون؟ دونك عندنا ستوك. غتقول لي علاش ستوك؟ دونك بالنسبه للستوك عندنا ستوك. دونك علاش نديروا الستوك؟ لانه مثلا انا كواحد الشركه عندي واحد ستوك يعني هاد ستوك يعني راه في خطر يعني ربما تقدر يعني ممكن انه مثلا ينوض لي واحد الحريق في هاد ستوك. ممكن انه يعني يوصلوا الماء مثلا يتزل عليه الماء على واحد ستوك اللي كي مثلا بالوراق. دونك الى وصلهم الماء يعني راه غيخسروا. دونك هذه ممكن انه يعني واحد الخطر دونك يتشكل لي واحد الخطر على دوك لي ستوك. دونك هنا كنهضر على البروفيزيون. عندي ايضا الكريونس كليون. دونك من الكريونس كنهضروا على الكليون. دونك ممكن يعني واحد الكليون ما غاديش يخلص لي. دونك هنا غير نهضر على ممكن فراه كنهضر على يعني البروفيزيون. و اخر حاجه دونك هي تي في بي. دونك تي في بي هي تيتر اي فالور دو بلاسمون. دونك هنا في هذه الحاله باش تفهموا هاد تيتر فالور دو بلاسمون هي انه مثلا كتشري لي زاكسيون ديال لونتربريز. كتشري لي زاكسيون ديال لونتربريز بغرض تجاري يعني انت كتشريهم دابا لانهم رخاص وملي طلع الثمن ديالهم غتبيعهم. دونك هنا كتهضر على بغرض تجاري على عكس هذه عاوتاني شنو قلنا فيها؟ قلنا فيها يعني هي كدل يعني واحد تيتر دو يعني واحد الورقه كدل على انك يعني انت داخل يعني في ديك الشركه اسوسي في ديك الشركه يعني بامكانك تعطي القرارات بامكانك تعطي الاراء ديالك. دونك هادي دوت يعني الفرق بيناتهم. دونك هاد الجوج كيشكلوا لنا اسيدي لابيس دو فالور يعني بامكان تقدر هاد لا فالور اسيدي تنقص. ممكن ان ان هاد ستوك يعني القيمه ديالو تنقص لانه وقع ليه واحد المشكل. دونك لابيس دو فالور دونك لابيس ملي كنهضروا يعني القيمه كتنقص او ديبريسياسيون دو فالور يعني ديبريسياسيون ديبريسياسيون او لا بيس دو فالور. دونك القيمه ديالهم انها تنقص. الحاله الثالثه دونك سي البروفيزيون بور ريسك اي شارج. ريسك اي شارج دونك
البروفيزيون دونك عندنا الريسك اللي هو خطر وشارج يعني واحد يعني كتقام عليا بواحد لا شارج. دونك باش نعطيكم مثال يعني ديال هذا الشيء يعني الريسك الخطر هو انه مثلا كمثال يعني واحد النزاع كما قلت لك يعني في كما قلنا في البدايه هو انه مثلا كتبقى ما بيك ما عليك يعني في كشركه كاونتربريز يعني كتبقى واحد اللحظه كيجي مثلا كتجيك استدعاء يعني من المحكمه كتقول لك بان يعني واحد الكليون راه دعاك دونك انه بعتي له شي حاجه يعني مغشوشه بعتي له شي حاجه يعني ما مزياناش دونك هنا فراه يعني ريسك يعني بو ريسك يعني بروفيزيون ديال واحد الخطر يعني ديال واحد الخطر يعني درتي. بالنسبه لي شارج هو انه مثلا يعني البروفيزيون ديال واحد لي شارج اللي غيتقاموا علينا. دونك مثلا انا اونتربريز ديال شركه ديال مثلا نعطيكم شي مثال انه شركه ديال البناء مثلا او شركه ديال هادشي ديال الطرق يعني اللي كتصاوب لي الطرق. دونك هنا يعني ملي كتجي مثلا تعطيك الدوله تصاوب الهواز مثلا واحد مدرسه دونك ان ايكول دونك واحد ليكول او تقول لك مثلا صاوب لي واحد الطريق دونك هنا فراه يعني انت في الاول كتجي سيدي كتقول بان هاد ليكول مثلا غادي تقام عليا بواحد مثلا 150 مليون كمثال. دونك 150 مليون دونك فيها الربح ديالك وفيها يعني لي شارج اللي غيتقاموا عليك. دونك انت يعني سيدي كتقول له بان مثلا هاد لي كول غادي تقام عليا ب 100 مليون دونك 100 مليون وكتبقى لي ديك 50 مليون ديال الربح. دونك هادي البروفيزيون دونك هي راه ما غادي تجيك دونك هادي يعني فقط ممكن انها تجيني 100 مليون. دونك هنا لي شارج اللي كيتقاموا عليا ولي كالكول يعني اللي كنصاوبو. دونك هنا كنهضروا على بو ريسكي شارج وعلى عكس يعني الثانيه كنهضروا على ديبريسياسيون يعني واحد القيمه ديال واحد الشيء غادي تنقص. دونك ربما دابا وضحت شويه الامور غادي نشوفو يعني البروفيزيون بو ريسكي شارج يعني شحال من نوع فيه. دونك ندوزو بو ريسكي شارج. دونك البروفيزيون بو ريسك اي شارج يعني شحال فيه. دونك عندنا فيه دوكا او جوج حالات. الحاله الاولانيه كتقول لنا سي دورابل ملي كتسمعوا شي حاجه دورابل يعني كنهضروا على بالنسبه لدورابل كنهضروا على شي حاجه كبر من عام. دونك بلي دانو دونك هنا كنهضروا على اكبر يعني من واحد اون او بلي دان فهمتوني. دونك دورابل هي شي حاجه كتكون كبر من عام. وبالنسبه للحاله الثانيه اللي هي مومونتاني دونك هنا كنهضروا على مومونتاني دونك هنا مو دانو يعني اقل من عام كنهضروا على شي حاجه اللي هي اقل من عام. دونك هذه يعني كاينين يعني فيها لي كون ديالها وهذه عاوتاني بوحدها. دونك غادي نمشيو هذه كتواجد لنا في الكلاس واحد وهذه الكلاس 4. دونك غادي نمشيو للكلاس 1 غادي نلقاو هنا بان عندنا
واحد الكونت ديال 15 كيقول لنا البروفيزيون دورابل بور ريسك اي شارج. دونك بروفيزيون دورابل بور ريسك اي شارج، بروفيزيون دورابل بور ريسك اي شارج شنو فيه؟ عندنا فيه دو كا، دونك عندنا البروفيزيون بور ريسك وعندنا بروفيزيون بور شارج. دونك بالنسبه لهاد الحاله يعني ها هما كتشوفوا معايا، دونك 2 4 6 7 7 د لي كونط بالنسبه للريسك و 3 بالنسبه 4 بالنسبه للشارج. دونك بالنسبه لي لي بروف يعني كاينين، يعني كاينين لي كونط لي كيتعاودوا، دونك ماشي لي كونط كاملين كنلقاوهم في ليكزامان، ولكن حنا ناخذوا فكره. دونك عندنا البروفيزيون بور ليتيج، دونك غنبداو بعدا 151. عندنا البروفيزيون بور ريسك، دونك 151 واحد، دونك 15 11. عندنا البروفيزيون بور ليتيج، شنو هو ليتيج؟ ليتيج هو النزاع. دونك انا دابس مع واحد الكليون ديالي مثلا على واحد المارشونديز بعتها له، يعني تكون مثلا ما مزياناش او يعني فيها مغشوشه، دونك هو غادي يدعيني، دونك غادي يدعيني في المحكمه. دونك تقدر يعني ممكن انني نخسر يعني هاد القضيه وغادي نخلص يعني واحد الغرامه. دونك البروفيزيون بور ليسيج يعني بروفيزيون ديال النزاع. عندنا شنو بروفيزيون هادي 11 او عفوا 15 12. عندنا البروفيزيون بور غارونتي دوني او كليون، هاد المثال اللي غنعطيكم يعني واضحه هادي. دونك بروفيزيون بور غارونتي دوني او كليون هو انه مثلا انا شركه ديال مثلا تلفازه او ثلاجه، نعطيو المثال ديال التلفازه. دونك انا كنبيع يعني التلفازه ديال لي كليون، ولكن يعني هاد التلفازه ربما غادي يوقع فيها شي مشكل او دونك عندي واحد يعني وكتكون عندها واحد الكارونسي مثلا ديال 3 سنين. نفترض يعني حنا نعطيو غير مثال ديال 3 سنين مثلا، يعني التلفازه عندك الكارونسي ديالها ديال 3 سنين، ما عرفش يعني شحال بالضبط يعني الكارونسي ديال التلفازه، ولكن حنا نعطيو مثال ديال عامين او 3 سنين لانه هنا اكبر من عام. دونك في هاد الحاله يعني كتحط يعني ربما انت ها انت بعتي التلفازه، ويني كتكون عندك واحد البروفيزيون بور غارونتي، ربما هاد التلفازه غادي يخص يعني غيوقع لها شي مشكل، دونك انا خصني ضروري يعني نعوض هاد الكليان. دونك هادي كنهضروا على البروفيزيون بور غارونتي دوني او كليون، الغارونتي ديال واحد الشيء. عندنا 15 13 بروفيزيون بور بروبر اسيغور، دونك هادي فين كتكون؟ كتكون بالنسبه للناس يعني فين يعني لاسيغونس، لاسيغونس. دونك هادي واضحه، دونك هادي غالبا ما كتكونش يعني اللي كيكونوا بزاف يعني في لي زيكزاما هما راه يعني رقمتهم وكنوقف عندهم. دونك هادي قلنا ديال كتكون في لاسيغونس. 15 14 بروفيزيون بور بيرت سور مارشي ا تيرم، دونك هادي يعني البيرت البروفيزيون ديال واحد البيرت ديال واحد المارشي دخلت له، يعني دخلتي لواحد المارشي كاونتربريز وقعت واحد وقع واحد المشكل وعندك واحد البيرت يعني في هذاك المارشي. دونك 15 15 البروفيزيون بور اموند دوبل دووا بيناليتي، حتى هذا كيكون دائما تقريبا في الامتحانات. دونك هذه المثال اللي غنعطي عليها هي كاونتربريز مثلا، انت كاونتربريز يعني مثلا كدير يعني شي امور اللي هي غير قانونيه، دونك مثلا ما كد لي امور اللي هي ماشي قانونيه مثلا. دونك هنا كما قلنا يعني بور اموند دوبل دووا بيناليتي، دونك ملي كدير شي امور اللي هي غير قانونيه، دونك هنا كدير يعني ربما يعني ملي يجيو يعني ملي يجيو لونتربريز، دونك يعني التفتيشيه اللي كتجي يعني المراقبه، دونك الى لقاو هذا الشيء يعني كتغش مثلا، لنفترض كتغش في لي فاكتور، ما كديرش ما كتعطيش يعني ما كتقيدش هاد الناس اللي خدامين عندك في لاسينيسيس او المهم هذه امور اللي هي غير قانونيه، دونك وكتجي واحد المراقبه يعني اللي هي مراقبه ديال كديرها الدوله يعني لي زونتربريز. دونك في هذه الحاله فراه ربما عندك واحد البروفيزيون
عندك واحد البيناليتي غرامة، دونك عندك واحد الغرامة. هنا البيناليتي كنهضروا على الغرامة، دونك تقدر اسيدي انني كتعيط للشركاء ديالك كتقول لهم اسيدي هادي راه شافوها، هادي راه هادي غير قانونية، وهادي وهادي. دونك تقدر يعني ممكن نعطي واحد الغرامة يقدرها كذا وكذا، دونك هنا كدير البروفيزيون ديالها. بالنسبة ل 15 16 عندنا البروفيزيون بور بيرت دو شونج، الخاصة البروفيزيون ديال البيرت دو شونج. كيفاش البيرت دو شونج؟ هنا الخسارة ديال الصرف. نعطيكم مثال. دونك انا انتربريز، ياك انا انتربريز ماروكي، يعني كنهضر على المغرب. دونك انا كنتعامل مع لي كليون، كنتعامل على برا، كنتعامل على المغرب. دونك كنتعامل مع واحد الكليون اللي هو كليون اترونجي، كليون اترونجي اللي هو كليون على برا. دونك مثلا فرنسا، فرانس يعني هو من فرنسا. بعت له واحد البرودوي، مثلا واحد البرودوي داير شحال، دونك مثلا 3000، لنفترض حنا 6000 درهم، ياك. دونك هو كيقول لي سيدي انا باغي ندي من عندك هذا البرودوي شحال داير، انا كنقول له 6000 درهم. اسيدي كيقول لي انا اعطيها لي يعني بالاورو، دونك شحال دايره بالاورو. دونك اسيدي انا كنقول له هذا البرودوي غادي يتقام عليك، اللي نفترضوا يعني في ديك الحاله كتكون عندنا 1 اورو كيساوي 10 دراهم مغربي، غير باش يعني نسامبليفوي لي كالكول. دونك 1 دولار كيساوي 10 دراهم، دونك شحال يعطيني هذا يعني بالدولار. دونك كنقسم هذه على هذه غادي تعطيني، دونك هذا السيد غادي يعطيني دونك 6000 على 10، دونك هي 600 دولار. كنقول له افلام اسيدي هاد البرودوي غادي يتقام عليك ب 600 اورو. دونك يعني انا في هاد يعني فوقاش اليوم مثلا غادي تعطيني هادي في 5 في شهر 4 2020، ولكن كيقول لي انا غندي من عندك هاد البرودوي، ولكن غادي تصبر عليا واحد 4 موا يعني اكريدي. دونك هادي ديتها اكريدي، اكريدي. دونك صافي كنقول له يعني انا كنتعامل يعني البرينسيبال او يعني اللوجيك هو انه يعني دائما يعني هذا الشيء كيكون فيه اكريدي، وكيكون البيومون في الوقت ديالو. دونك اكريدي انا غنمشي مثلا شهر 4، دونك شهر 8 غادي يعطيها لي. دونك مثلا 5 في شهر 8 2020 غادي يخلص لي شحال يعطيني، يعطيني 600 دولار اللي كتساوي لنا 6000 درهم مغربية. اللي نفترض انه يعني في 5 في شهر 8 في النهار غيعطيني، اللي غيعطيني فيه 6000 دولار اللي هي 6000 درهم، 600 دولار اللي هي 6000 درهم. لو تو دو شونج، كيفاش لو تو دو شونج؟ هو انه الدولار تنقص، دونك ولا الدولار كيساوي 9.5 درهم، دونك راه تنقص لي ب 0.5. دونك انا غنجي نضرب هاد 6000، 600 مضروبة في 9.5 غادي كيساوي 5700. دونك هاد السيد غادي يعطيني 5700، ماشي هو شفرني او دالي رزقي او شي حاجة، لا، لانه الدولار تنقص يعني لو طو دو شونج تنقص، فهمتو؟ دونك هنا غادي يعطيني 5700. شحال كنت باغي ناخد انا؟ كنت عول ناخد 6000، دونك 6000 درهم، هادي 5700، دونك 300 مشات، يعني 300 درهم مشات. دونك هنا كنهضر، هنا كنديرو هاد القضية ديال البروفيزيون. هنا هو هو البروفيزيون بور بيغ دو شونج، يعني ربما
تقدر ممكن انه لو طو دو شونج يعني انه يتنقص، لو طو دو شونج انه يوقع فيه شي تغيير وغادي تكون عندي شي خساره. دونك اللهم ندير لها البروفيزيون. دونك عندنا اوتر بروفيزيون بور ريسكي شار يعني لي زوتر. دابا غادي ندوزو يعني البروفيزيون بور ديبريسياسيون بور شارج. بور شارج في بروفيزيون بور امبو ني ديال لي زامبو، يعني ربما تقدر تجيني واحد لامبو يعني اللي ما دايرش بحسابها، دونك ربما تطلع او تنقص. دونك عندنا البروفيزيون بونسيون دو روتريت اي اوبليغاسيون سيميليير، دونك هذا ما كاينش اللي ما كيعتمدوش عليه. بروفيزيون بور شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزيرسيس، هذا كيكون دائما في لي زيكزاما. دونك باش نعطيو المثال ديال هذا هو انه في الحاله ديال كما قلنا هنا هاد ليكول، نرجعوا للمثال ديال ليكول. انا باغي يعني غادي ندير واحد ليكول، دونك غادي نبني انا كشركه، دونك انا كاونتربريز غنبني واحد ليكول يعني ديال الدوله. دونك هي قالوا لي 150، دونك انا غادي تقاموا عليا مثلا لي شارج ب 100 مليون. دونك 100 مليون صعيبه باش انني نعطيها في يعني في العام. دونك شنو كنقول اسيدي، انا هاد 100 مليون غادي نقسمها على مثلا جوج، دونك عامين دوزون، انا غادي نقسمها على عامين. العام الاول غادي نعطي فيها غير 50 مليون، 50 ألف مليون، والعام الثاني غادي نعطي فيها 50 ألف مليون. فهمتوا؟ دونك هذه هي يعني الحاله ديال شارج ديال بروفيزيون بور شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزيرسيس. وعندنا اوتر بروفيزيون بور شارج يعني لي زوتر، الا كاينين شي الا كاين شي بروفيزيون بور ريسك اخر بور شارج عفوا. دونك دابا قلنا تعرفنا على ديوغاب يعني كتكون كبر من عام بلي دان. دابا غادي نشوفو مومونطاني اللي كيكون اقل من عام. دونك مومونطاني في الكلاس 4، دونك الكلاس 4 دونك هي، دونك عندنا هي سهية يعني هذه كتكون اقل من عام. دونك اوتر بروفيزيون بور ريسكي شارج كتكون اقل من عام. عندنا فيها البروفيزيون بور ليتيج يعني تا هو النزاع، فهمتوني؟ غير الفرق ما بين ليتيج اللي لقينا يعني في الديغابل وهذا مثلا كيكون قل من عام. دونك هذاك الاخر كيكون مثلا يعني شي كليون هادي عامين هو كيدعيني، وهذا على عكس عاوتاني مثلا 6 موا 9 شهور 6 شهور 7 شهور 8 شهور، دونك كيكون اقل من عام. بروفيزيون بور غارونتي دوني او كليون، دونك نفسها يعني عطينا المثال يعني في الدوراب على الحاله ديال التلفازه مثلا الا كانت ديال كتكون ديال عامين، يعني هذا غير كمثال. هنا ربما غادي نعطيو ديال التليفون، دونك التليفون كيكون قل من عام، كان الماكسيموم ديالو كيكون عام، دونك 6 شهور 7 شهور يعني الغارونتي. بروفيزيون بور امون دوبل دغوا بيناليتي، دونك هذيك حتى هي كتكون اقل من عام يعني واضحين. البروفيزيون بور بيرد دو شونج، دونك شونج يعني في الحاله الاخرى، ربما هنا يعني المثال اللي عطينا هنا المثال اللي عطينا قبيلات ربما غادي نقولوا هنا دو زون يعني باش نسامبليفيو. دونك يعني هنا غيعطيني في 2022، فهمتوني؟ دونك هنا عاوتاني هنا بالنسبه اللي كيكون عندنا اقل من عام، دونك غادي نهضروا على 4 شهور مثلا 4 موا 5 موا 6 موا، دونك كيكون اقل من عام. بروفيزيون بور امبو حتى هو يعني كيكون اقل من عام. اوتر بروفيزيون بور ريسك اي شارج. دونك بهذا الشيء غادي نكونوا تعرفنا على لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج. دونك لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج عندنا قلنا لي زيموبيليزاسيون، عندنا لاكتيف، عندنا لاكتيف سيركيلو، وعندنا ريسك اي شارج. دونك بالنسبه لريسك اي شارج احنا تعرفنا عليهم، دونك